هاي زد انجاب التوائم بنسبه 70% من سنه 1980 والنساء بعمر الثلاثينات معرضين اكثر من النساء يلي بالعشرينات انه يجيبوا توائم. بسبب التقنيات الجديده مثل الان فيترو صار فيهم التوائم يخلقوا مع فرق سنين بالعمر بحال تم تجميد الاجنه. كريبتوفيجا هي لغه خاصه بيخترعوها الاخوه التوم بيفهموها لوحدهم وبتضم كمان حركات جسديه بيتخلوا عنها بعد فتره. تعتبر كانديدو غودوي بالبرازيل عاصمة العالم للتوائم يلي بيشكلوا 8% من الولادات مقارنة ب 1% بس بباقي مناطق البرازيل. ونيجيريا تعتبر الأولى كبلد من ناحية المواليد التوم بينما الصين هي الأخيرة. مين قال إنه 22% من التوائم هن عسرويين مقارنة مع 10% من الأطفال الوحدانيين؟ أنا قال. بشوفكم بكره.